علي 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 علي. رسميا 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 ليفربول بطل البريمير ليج لاول مره في تاريخه بمسماه جديد، والمره ال 19 في تاريخ الدوري الانجليزي. مباراه تشيلسي قدم فيها الدوري ليفربول بعد ما خد منه الدوري وضيع عليه الدوري في 2014، بيصحح خطأه وبيرجعنا الدوري تاني وقلنا خد يا ليفربول بحسن لكم الدوري النهارده، وبيكسب مانشستر سيتي 2-1 علشان يحسم الدوري لليفربول. جوارديولا قدم شكل غريب وعمل اداء غريب جدا في ماتش النهارده نتكلم عليه، ولامبرد قدم مباراه كويسه اللي قدر يحسم فيها ليفربول الدوري، واخيرا ليفربول بطل بريمير ليج وبطل الدوري الانجليزي. هنتكلم على كل حاجه في ماتش تشيلسي وسيتي وازاي ليفربول كسب وقدر يحقق يعني الانتصار وقدر يحقق الدوري من مباراه النهارده وما استناش المباراه الجايه. فقبل ما اخش في الحلقه انزل اعمل لايك واعمل سبسكرايب في القناه وفعل الجرس علشان يجي لك العيد اول باول، وتاكد ان انت عملت سبسكرايب وفعلت الجرس، اجل انت بعت الجرس علشان في حلقه نازله الايام اللي جايه عن ليفربول وحكايه ال 30 سنه. اكد انت عملت اشتراك وفعلت الجرس عشان تجي لك الحلقه اول ما تنزل. ويلا بينا نخش نتكلم عن سيتي وتشيلسي وكيف حقق ليفربول الدوري. مبروك 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 مبروك، الف مبروك لكل ليفربولي في العالم كله، سواء بقى انت اجنبي مصري سعودي في اي حته على كوكب الارض بتشجع ليفربول، مبروك ليك. حققنا الدوري بعد 30 سنه عجاف وبعد 30 سنه مش عارفين نحقق البريمير ليج. اخيرا في الحال البريمير ليج وبناخد الدوري النهارده، الحمد لله فرحه من حقنا، من حقنا نفرح، من حقنا نفرح. جمهور ليفربول من حقهم يفرح، وهنتكلم على الحته دي في اخر الحلقه. بس خلينا نتكلم على تشيلسي وسيتي شويه. تشيلسي النهارده بدا بتشكيله اللي نوعا ما الاساسيه اللي بيبدا بيها على طول. الناحيه الثانيه سيتي جوارديولا نوعا ما الف ازاي؟ اللي انت بتبدا المباراه كمهاجم وهمي، المهاجم اللي هم ستيرلينج. المهاجم الوهمي دي ليفربول، المهاجم الوهمي ده سيتي ما قدرش يقدمه، ما قدرش يعمله صح. ليه؟ لان الشروط بتاعه المهاجم الوهمي مش متوفره في مانشستر سيتي. يعني انت قدامك ثلاث شروط لازم يتوفر عشان تعرف تعمل المهاجم الوهمي وتعرف تلعب مهاجم وهمي صح. اول حاجه الونجات تخش جوه ال 18 لما المهاجم بتاعك او المهاجم الوهمي ده يبقى بره ال 18 الونجات تخش جوه ال 18، وده ما حصلش. ثاني حاجه يبقى لاعب من وسط ولاعب من نص الملعب بيزيد جوه منطقه الجزاء، وده ما حصلش. والحاجه الثالثه يبقى في تسديد من بره المنطقه ويكون في عليها على المرمى من بره المنطقه، وده برده ما حصلش. فانت تلعب بمهاجم وهمي وانت مش عارف تنفذ شروطه، ادى ان تشيلسي يتفوق عليك، تفوق عليك بتدريب مساحات بقرب الخطوط من بعض بالهجمات المرتده اللي كان بيخطفك بيها. هو تشيلسي نازل يلعب الحته دي اللي هو هيلعب في نص ملعبه، هيعمل دي بلوك ويخطف من الهجمه المرتده، وده حصل في الجون الاول ان تشيلسي قافل جدا الملعب، مضيق مساحات، مضيق مساحات على سيتي، مش مديله اي مساحه انه يمرر فيها في نص ملعب تشيلسي، ولا الوينجات عارفه تعمل اي حاجه، وضربه بالهجمه المرتده. مندي وفرناندينيو بيتعزموا ان ياخدوا الكوره، بوليسيتش خطف الكوره وجري جري 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 ارتو الجون الاول. جول بيفكرنا وبيرجع ذكريات 2014 للاسف، زحلقت جيرارد وديمبيبي تقريبا او ديمبابي، خد الكوره وراح جري 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 سجل جول ونهى الدوري وضيع الدوري من ليفربول. النهارده بوليسيتش بيخطف الكوره من نفس المكان وبيجري وبيحط الجول وبيقدم الدوري لليفربول. بعد الجول دون سيتي ما حاولش اللي هو حتى يخطف، ما حاولش اللي هو يضغط، ما حاولش اللي هو لا نكسب الماتش. تحس ان جوارديولا عايز ينهي الماتش النهارده، مش عايز يستنى ماتش الاتحاد، عايز يستنى ماتش سيتي ضد ليفربول، مش عايز ليفربول يحسم الدوري على حسابه تقريبا. يعني جوارديولا كان تفكيره كده. بس ان انت النهارده تقدم الشكل ده ضد تشيلسي شكل سيء، انت الضغط العالي مش عارف تقدمه، الدفاع فيرت باك بالدفاع بشكل واضح، يعني هجوميا مش ممازن، مش عارف تطبق الحته الهجوميه اللي انت بتحاول تفكر فيها كتفكيرك انت، مش عارف تطبقها على ارض الواقع بقى. قد اللي انت خرجت الشوط الاول خسران 1-0، خلاص خرجت الشوط الاول خسران 1-0. خلينا الشوط الثاني سيتي
جون دي بروين، دي بروين انقذه بجون التعادل والكوره ثابته، جون فاول، جون معلم بصراحه من دي بروين، عجبني جدا دخل دي بروين جون التعادل. بعد جون التعادل جوارديولا مش يعمل تغييرات يخلي سيتي مثلا يكسب الماتش، لا هو عمل تغييرات غرق سيتي اكتر. عمل تغييرين، خرج برناردو سيلفا ونزل خيسوس ورجع تاني كمهاجم صريح، وخلى ناحيه اليمين رياض محرز ناحيه الشمال ستيرلينج. التغيير التالت ده بقى هو اللي كارثه، لانك خرجت رودري ونزلت ديفيد سيلفا، بقى عندك ثلاثي في نص الملعب جندوجان ديفيد سيلفا دي بروين، مين هيعمل دور الدفاع؟ مفيش. لما رودري خرج من الملعب فك فك، لما خرج ملعب نص الملعب فك، نص ملعب بتاع مانشستر سيتي فك، تشيلسي بقى بيضغط على نص ملعب سيتي، بقى يخطف الكوره من نص ملعب سيتي، بقى يهدد سيتي، بقى يخطف المرتدات بسهوله. ممكن رودري كان بيحاول يقابل شويه في المرتدات، لكن بعد ما رودري خرج المرتدات بقت سلسه، تشيلسي ياخد الكوره ويجري مرتده، ياخد الكوره يجري مرتده، ياخد الكوره يجري مرتده، بيهدد مرماك، مره هدد مرماك تشيلسي ووكر بفدائيه كبيره جدا بيشيل الكوره مع خط المرمى، لكن المره الثانيه ما سلمتش. المره الثانيه ايوه ادرسن شال الكوره مع خط من ماونت وخد الكوره من ماونت، الكوره بترد لتامي ابرام، بيحط تامي ابرام تيجي في ايد فرناندينيو، فرناندينيو متعمد ده تيجي في ايده، وحتى شوف على نظرات فرناندينيو لما الحكم رجع للفار هو عارف ليه هيبان في الفار، فكان واقف متاثر فعلا، حصل ضربه الجزاء وخرج فرناندينيو مطرود، وويليام الله يكرمه بيخش الجون الثاني وخلاص. بعد الجون الثاني وطرد فرناندينيو رسميا ليفربول بطل البريمير ليج. شكرا لدبر دور الجلد، وبصراحه انا متكيف جدا منهم، انا مش عارف اعمل لكم ايه. طب اعزمكم على الغدا، طيب اخدكم اشربكم كوبايتين عصير، طيب ولا انا فرحان بيكم، فرحان برجاله لامبرت بصراحه، يعني الرجاله النهارده حسن ده اريحتنا، خلتنا الماتشات اللي جايه كلها نلعب اريحيه تامه بقى، مفيش ضغط، مفيش تسرع، مفيش توتر، مفيش اي حاجه، تلعب بكل اريحيه بكل اريحيه. زي ما قلت امبارح في حلقه ليفربول وكريستال بالاس، ان النهارده لو تشيلسي كسب وحسمنا الدوري النهارده ليفربول هيبقى عنده بري سيزون من بدري شويه، عنده بري سيزون من بدري شويه، وده اللي هيحصل ان شاء الله الايام اللي جايه. بس بصراحه رجاله لامبرت كيفتني، اللي هو مش عارف اعمل لكم ايه، عايزينكم على الغداء نشرب عصير كوبايتين شاي قهوه اي حاجه اي حاجه اي حاجه اقدمها لكم بعد اللي انتوا عملتوه معانا ده. خلاص خلصنا تشيلسي وسيتي وده كان رايي في الماتش، يعني الماتش ما فيهوش كلام كتير، فرحتي يعني انا كواحد ليفربولي فرحان بصراحه، مش قادر اتكلم في اي كوره، مش قادر اتكلم في اي تكتيك، ده التكتيك او ملخص سريع لسيتي وتشيلسي. خدنا الدوري اخيرا اخيرا اخيرا، خدنا الدوري، حصلنا الدوري بعد 30 سنه، 30 سنه مدربين بيروحوا ومدربين بيجوا ولاعيبه بتروح ولاعيبه بتيجي، ليفربول حقق الدوري 25/6/2020، ليفربول بطل البريمير ليج. النهارده يوم تاريخي لكل ليفربول، يوم تاريخي لكل واحد بيشجع ليفربول على كوكب الارض. النهارده ليفربول خد الدوري، افرح يا ليفربولي، افرح يا ليفربولي، ما تاخدش الكلام اي حد، سيبك من كلام انت محروم وده حرمان وده اول دوري وبلا بلا 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 اللي هيتقال النهارده، مالكش دعوه باي كلام حد، افرح، الفرحه من حقنا بعد 30 سنه حزن و30 سنه مش قادرين ناخد دوري، مش قادرين نحسم دوري، خلاص رسميا خدنا الدوري بقياده كلوب، بقياده محمد صلاح، بقياده ماني، بقياده فيرمينيو، بقياده فريق عالمي، قدرنا نحقق اربع بطولات، سوبر اوروبي، دوري ابطال اوروبا، كاس عالم الانديه، دوري انجليزي. رجع لنا كلوب الدوري الانجليزي، دوري ابطال اوروبا من ايام 2007، رجعه لنا السنه اللي فاتت. كلوب رجع لنا الدوري من 30 سنه، من 1990 رجعنا الدوري من تاني. مبروك لكل ليفربولي، مبروك 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 مبروك، وفي حلقه تبقى خاصه جدا لليفربول وفوزه بالدوري هتنزل قريب جدا خلال يومين ثلاثه بالكثير، تبقى حلقه مهمه جدا 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 جدا. ف مش عارف اقول ايه، مش عارف اتكلم بصراحه من الفرحه، مش قادر اتكلم، بس ده كفايه بالاخر رايي في ماتش سيتي، ماتش تشيلسي، مبروك مبروك لكل ليفربولي، شكرا 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 لامبرت، شكرا لرجاله تشيلسي،
بعد ما ضيعنا الدوري في 2014 بيعوضوه بيعوضوا في 2020 بعد 6 سنين بيقولوا لنا خدوا الدوري تاني. مبروك لكل ليفربولي، مبروك مبروك مبروك، فرحه كبيره جدا 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 لينا. من حقنا ان احنا نفرح، ما لناش دعوه بكلام حد مهما مين يتكلم، مانشستراوي بقى، ارسنالاوي، تشيلساوي، اي حد من حقك، اي حد هيتكلم، اي حد هيحفل، اي حد هيقول اي حاجه طز فيك يا معلم. احنا هنفرح النهارده بالدوري، احنا خدنا الدوري بعد 30 سنه. ريت تعمل لايك، ريت على الفرحه اللي انا فيها ده. لو انت ليفربولي انزل اعمل لايك وانزل اثبت حضورك في الكومنتس تحت، وتاكد لو انت اول مره تيجي للقناه هنا اعمل اشتراك، اتاكد ان انت عملت اشتراك وفعلت الجرس عشان تيجي الحلقه الاول باول وتجيلك الحلقه الخاصه بتاعه ليفربول. ولو انت مشترك اوريدي في القناه ومش مفعل الجرس، فعل الجرس يا معلم عشان في حلقه قريب جدا لليفربول وحكايه ال 30 سنه. انزل فعل الجرس عشان الحلقه اللي تنزل تجيلك على طول. طب انا على السوشيال ميديا بتاعتي الديسكريبشن بتاع عشان النهارده تبقى حفله كبيره جدا بقى على السوشيال ميديا. واعمل شير على فيسبوك، ريتويت على تويتر، وكان معاكم مصطفى. وليفربول والبريمير ليج الاول والدوري الانجليزي وبطوله الدوري الانجليزي 19 في تاريخنا، مبروك لكل ليفربولي وسلام.